وقفات سواء مع عمر بن الخطاب أو مع غيره من الصحابة، حتى مجرد وقفات للتذكير وللعبرة وللعظة. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتكلمون فينفذون. اليوم يوم 29، واحتمال وارد أن يكون رمضان 29 يوم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رمضان هكذا هكذا هكذا، وقال في الأخرى رمضان هكذا هكذا هكذا، 29 أو 30 يوم. اليوم يوم 29، أغلب شهور الشهور العربية أغلبها 29 يوم، ما يسماش ناقص، لأن الشهر في لغة العرب أو الشهر عند العرب إما 29 وإما 30. فالبعض يقول لكن نصوموك يمن، لا، هو اسم رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان إما 30 يوم وهو كامل وهو كامل، وإما 29 يوم وهو كامل أيضا. فما فيش حاجة اسمها شهر ناقص، لأن الشهر لا يشترط أن يكون الشهر 30 يوم، هذا عرف تعرف عليه الناس أن الشهر 30 يوم، لكن معروف أن الشهور العربية منها 30 ومنها 29 يوم عكس الشهور الفرنجية. وعشان كل سنة في فرق 11 يوم، رمضان يجي فرق 11 يوم، نتيجة أن الشهر يبقى 30 وشهر آخر يبقى 29. فمسألة أن ناقص هذه مسألة حكي عند الخالق يعني، لكن لا أساس له. ولذلك نتكلموا شوي عن بعض النقاط خص العيد. ونحن في كل عام نتحدث في اليوم اللي قبل العيد عن بعض أداب العيد وكأنها روتين، والكثير منها لا يطبق، وحتى الذي يتكلم فيها يتكلم فيها بسرعة شديدة جدا، وهي سنة وهذه ضاعة وقت لابد أن تبين للناس. أمر آخر قبل أن ندخل في أداب العيد، مسألة أن غدا عيد ومش عيد، مسألة ثبوت الرؤية والجدل الفقهي، هذا أمر معروف ولا يحسم إلى يوم القيامة، و90% من مسائل الفقه هي مسائل خلافية، والإجماع يعني الإجماع اللي يصل لدرجة 99% في مسائل التوحيد والمعتقد، ما فيش خلاف، لكن مسائل الفقه هذا معروف. ولذلك عندنا المذاهب الأربعة، وعندنا يجي 70 مذهب أخرى من المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة، والخلاف موجود من أيام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي مثل هذه الأمور، عشان نعرف أن مسألة الخلاف هذه مسألة طبيعية موجودة أصلا، موجودة عند الناس. ولذلك نحن إن شاء الله بإذن الله درءا للفتن وأعمالا لفقه الواقع نتجنب الجدال في المسائل هذين، نشوفوا مشايخنا إيش يقولوا في المسائل هذين، ولو أن أغلب مشايخنا نأخذوا برؤية مصر يعني إيش بعدا عن الجدال وبعدا عن الفتنة وبعدا عن مثل هذه، حتى ليستريح للرأي الآخر ليقول الجمهور خلاص يلتزم نفسه يلتزم بيته ولا ينكر عليه أصلا، ما ينكرش عليه، لأن مسألة خلافية إيش إذا ظهر الهلال في إحدى البلاد الإسلامية نأخذ به كلنا ولا يأخذ به نفس البلد، قصة طويلة عريضة، لكن خلاصتها نحن لا ننكر على هذا ولا ننكر على هذا، ولكن الأقرب لواقعنا والأدرى للفتنة والأجمع لكلمة الناس أن نحن نلتزم برأي بلادنا خاصة الظروف اللي احنا نعيش فيها. الأمر الآخر أن في بعض الأداب والأداب والسنن، أي سنة ربنا سبحانه وتعالى أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرحها لها حكمة، يعني علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها لها حكمة معينة، لها حكمة معينة. والتاجر يلقط، التاجر الشاطر يلقط اللي يأخذ القريش ويأخذ 15,000 جنيه، ممكن تكون سنة بسيطة أنت تستهزئ بها تكون سبب دخولك الجنة، ممكن يكون سبب دخولك الجنة حسنة واحدة بس، حسنة واحدة يبين في حاجات هنتكلم عنها توا، مش سنن، فروض وواجبات على الناس، وربما البعض يؤدي السنن وربما البعض يضيق صدره بسماعها. مسألة ضيق الصدر وعدمها نحن لا نلتفت إليها أبدا، نحن نقول الحق بإذن الله سبحانه وتعالى مهما كان اللي قاعد اللي مصدي اللي دير، لأن مش خطبة جمع درس، يعني إيش الواحد يسمع بميزاك ممكن يكون مستعجل أو مريض أو تعبين أو بسيف، من حقه ما يسمعش، حتى لا مثلا ليش يعني
يفرض شيء على الناس. من أعظم الأمور اللي ديما تكلموا فيها في صلاة العيد صلة الأرحام يوم العيد، وصلة الرحم واجبة على الإنسان في العيد وغير العيد. وصلة الرحم درجات، في يعني رحمك مع أبيك غير رحمك مع ابن عمك غير رحمك مع خالة غير رحمك، درجات فيها تفصيل كثير جدا. ولكن الذي يجب أن نعلمه أن صلة الرحم من أعظم الواجبات على الإنسان المسلم، ولذلك تحدث فيها القرآن الكريم، تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن الخير المترتب على صلة الرحم، وبيّن الإثم الشديد المترتب على قطع الرحم، وبيّن من هو الواصل، وبيّن من هو القاطع، وبيّن من هو المتكاسل. مسألة عظيمة جدا، مش مسألة بسيطة. رأيت لما تكلموا على الصلاة مثلا تكلموا على إثم تارك الصلاة، وتكلموا على أجر الإنسان الذي يؤدي الصلاة وينتظم فيها صلاة الجمعة، نتكلم تماما مثلها على صلة الأرحام، لأن ممكن يكون النكد اللي في حياة الإنسان المسلم بسبب قطع الرحم، ممكن يضيق رزقك من أحب أن يزاد له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. رأيت البركة من عند الله سبحانه وتعالى، تريد رزقك يزيد، سبحان الله أمر هذا من عند الله سبحانه وتعالى. أصل رحمك ربنا يزود رزقك. الزيادة ممكن تكون زيادة عينية في العدد، وممكن تكون زيادة في البركة. قبلك عندك 100 مسلم كفياتك حيبقى زي مهن مثلا، بس حيكفلنا. هذه البركة من عند الله سبحانه وتعالى. في المقابل قاطع الرحم، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال العلماء قاطع أي قاطع رحم. هل عسيتم إن ذهبتم لتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم الله عز وجل قطع الأرحام، فساد في الأرض. رأيت الإنسان اللي يقطع رحمه إنسان مفسد في الأرض، ونرى حاجات عجيبة جدا في قطع الأرحام. يعني سبحان الله، يعني واحد أخوه أبوه أمه، بل وصلت الدرجة ببعض الناس أن ما يزورش أبيه إلا على مضض. أبوه اللي أمر الله عز وجل برعايته وبره وإن كان كافرا، اللي كان معلق صليب على صدره كافر، نصوص صريحة واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فما بالك أبوك المسلم، وما بالك بأخيك؟ إن كان هجر المسلم لا يجوز أكثر من 3 أيام فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من يبدأ بالسلام، نصوص كثيرة جدا. فما بالك بهجر أخوك أو ابن عمك؟ وبعد بكي نسأله ونقول الواحد عنده ضيق نفسي، والواحد عنده فلوس واجد ومش قادر يكفي مصاريفه، والواحد شارع يعني عنده شعور بقلق وعنده شعور ما فيش راحة نفسية، لأن خالفت أمر الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. فصلة الرحم ما ترتبطش بالعيد بس، بس العيد كما يقول العلماء مناسبة لممارسة هذا الواجب. ودوس على نفسك يا أخي، خيرهما من يبدأ بالسلام. صلة الرحم لا تضيع الحقوق، وصلة الرحم لا تسيء إليك. صل رحمك واحتفظ بحقوقك، بينك مهرجة وحدها. ممكن تتحاكم الشرع، تجول إنسان صاحب عقل يوزيها بينكم بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، أمور كثيرة جدا. لكن أنت إذا وصلت رحمك أول واحد مستفيد أنت، خرجت من دائرة الخطر أن أنت من المفسدين في الأرض. إذا كان هجر الإنسان المسلم سنة كسفك دمه، نص الحديث اللي يهجر الإنسان المسلم زي اللي يسفك دمه. فما بالك إذا كان الإنسان المسلم هذا خوك أو ولد سيدك أو ابن عمك؟ اذهب إليه، خلاص أنت مشيت لمرة واثنين وثلاث واربعة وعشرة وانت درت اللي عليك، خلاص مش قضية. بعدك ربما لا يوجه لك اللوم. في أمور عظيمة، في واحد له سنة وسنتين وثلاثة وعشرة، ويمكن تموت أنت بهذا الشكل. ماليش نسرد النصوص اللي في المسألة مليانة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصوص صريحة ونصوص فيها تلميحات ونصوص وأقوال العلماء. وافتح كتاب الكبائر الإمام الذهبي تلقى قطع الأرحام من الكبائر، أمور عظيمة جدا. درب نفسك، ربي نفسك، أضغط على نفسك وديرها. مش حيقولوا ضعيف، ولا حيقول جيني عشان خاطر هذا يريد مني بصيرة، خليه يقولها. احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى.
ايش اللي خلى عندنا 25 مصلى في مساحة 15-20 كيلو؟ ايش سببها؟ قطع الارحام، البغض، الضغينة، الكبر بين الناس. تلقى نفر واحد في النجع يقول لا نصلوا، ان يمشي الواحد من مشايخ يتصل بكيف يا رادرين مصلي، يقول لا والله يا رام غير عشان خطر الصبايا والعويل، الصبايا والعويل ما كنتوا تصلوا مع بعضكم، ما يريدش يصلي في المصلى لان فيه فلين بفلين. مش هو اللي يقطع الرحم بل ويساعد على قطع الرحم ويدعو الناس لقطع الرحم، ياخذ اسم المصلى هو كله. ولذلك اللي يقدر يجمع مصلويين على بعضهم اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لان تجميع الصلاه هدف مشروع. نحن في هذه البلد وغيرها لو استطعنا الا نصلي الا صلاه واحده وجمعه واحده لفعلنا. لو كان في اولياء امور مسلمين حريصين على السنه، الاصل المسجد الجامع اللي يصلي فيه جميع الناس، فيش حاجه اسمها جماعات في البلد واحده الا اذا كان في ظروف زي الظروف اللي احنا فيها تو. رايت عندنا في العيد قطعوها بسبب تقطيع الارحام. 90% من المصلوات اللي برا والله ما ديورات بسبب قطع الارحام، بسبب البغض والضغينه، بسبب الكراهيه والحقد اللي زرعت في قلوب الناس وورثوها للاجيال. ورثوها، ممكن تموت بعد كم سنه وتورثها للجيل اللي بعدك. سبحان الله، تاخذ عديد ذنوب يعد عليك وانت ميت. لا اله الا الله. والشيطان مداخل في المساله هذه مداخل عظيمه وصعبه جدا جدا جدا، وما ينجى منها الا اللي نجاها الله سبحانه وتعالى. يعني الكلام هذا غبيين فيه اللي نقول فيه عارفين، لكن الشيطان يشحن، الشيطان يخلي عندك كبر، الشيطان يعلي كبرياء في هذه اللحظات والعياذ بالله. اريد نحط نماذج في العيد هذا، الناس صلوا مع بعضهم، يعيدوا مع بعضهم، يزوروا بعضهم. صلة الرحم امر عظيم جدا، هذه اشارة قطرة من بحر الكلام في صلة الارحام، قطرة كبيرة يعني، قطرة صغيرة نقصد من بحر كبير. يوم العيد قلنا فيه سنن بسيطة جدا، البعض يعد هذه السنن سنة. يا سبحان الله، البعض لما يسمع كلمة سنة يقول لك سنة، مش فرض، مش على طول كلمة سنة يعني تبقى بالطريقة هذه. أجمع أجمع حسنية يوم القيامة، حديث المفلس اللي مرة قلناه، يأتي وقد يأتي الإنسان في حسنات كثيرة، صلاة وصيام وزكاة وحج كوم، ثم يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وهتاك عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهم، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح بها في النار. يبقى أنت في حاجة إلى حسنة يوم القيامة، حسنات وسيئات، هذا التعامل. يمكن يكون سنة بسيطة خالص ترجيك يوم، بالإضافة للالتزام بالسنة والله شرح للصدر، تذوق حلاوة الإيمان، تشعر بالغربة إذا لم يطبقها الناس. وهذه من العبادات المستحبة دائما، العبادة في الهرج إذا غفل الناس عنها. من السنن التكبير، طبعا التكبير في عيد الفطر يبدأ من ليلة العيد بعد غروب الشمس، ينتهي بأن يخرج الإمام إلى المصلى ويقول استووا، ينتهي التكبير هذا في الفطر. طبعا غير عيد الأضحى الذي يستمر فيه تكبير 3 أيام تشريق بعد صلاة العيد. صيغة التكبير في أكثر من صيغة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، في صيغ كثيرة جدا واردة وإحنا عارفينها. طبعا صلاة العيد لا يوجد فيه لا أذان ولا إقامة ولا ركعتين تصليهن قبل العيد، لأن مش مسجد عشان نصلي تحية المسجد، وما فيش سنة قبلية قبل العيد ثابته أن أنت تصليها. تأتي لمصلى العيد وتجلس. الأمر الآخر، تخرج لو استطعت تخرج من طريق وتعود من طريق آخر أمر طيب جدا. ومن حق مش عقولنا في المسائل هذين، عندك سكتين ريح معادي وتعال معادي. الرسول قال ده لو قالها لك بوك حديرها، تقول والله قالها الشيخ، هذه دارها الشيخ ما تدير فيها وانت مالكش عارف الحكمه منها، فما بالك اذا كان القول من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان كل تشريع له حكمه علمها الناس او لم يعلمها، لان في بعض جوانب الحكم من التشريعات لا نعلمها، وفي بعض الجوانب الحكم من التشريعات نعلمها،
وفي تشريعات ربما عقل الإنسان يعطيه عكس الحكم المراد منه أحيانا، ولذلك إعمال العقل أحيانا يؤدي بالإنسان للزيغ والضلال والعياذ بالله. بتقول شيء إيش فيها يا رب، مشيت مع السكة هذه وجيت مع السكة هذه استهزاء وسخرية، ريحة مع السكة هذه وتعال إن استطعت، تقولوا إن استطعت فهي سنة تجر عليها. الأمر الآخر من السنن في عيد الفطر تأكل تمرات عند الخروج، تفطر على تمرات ما لقيت شيء يبغى أشرب مية. النبي من السنن أيضا الاغتسال والتزيد. عندنا بعض الناس يوعى متوخر يلبس هدوم العادية، يقول لك هذين الساعة يتلوط المصلى اتراب وخلق يضبط فيك وهني وما يلبسش لبس العيد عاد اللي يكويه ومعلق إلا آخر النهار. سبحان الله يا أخي، أنت ذهب إلى المصلى إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، يعني المفروض تأخذ أكمل وأبهى زينة يوم احتفال المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا كان يخرج في أبهى حلة في المصلى عنده، وكذلك أبهى حلة وأفضل زينة ما يتوافر لك في البيت، مش شرط أفضل شيء في السوق، نقول أفضل زينة هي ما توافر عندك في البيت، لكن مش شرط يكون أفضل شيء ما توافر عندك يكون اللي في السوق غالي، لا بالعكس ممكن تقدرش تجيب الغالي، هذا عندك ثوب الآخر خلاص هذه أبهى زينة عندك اللي تؤجر عليها عند الله سبحانه وتعالى. طبعا التهنئة يوم العيد يعني أمرها واسع، الصحابة كانوا يقولون تقبل الله منا ومنكم، والعلماء يقولوا في التهاني يعني إيش ما لم تكن ألفاظ يعني مخالفة للشرع، لكن يعني عيدك مبروك كل سنة وانت طيب جعلكم من العيدين، ألفاظ مشروعة وإن شاء الله ما فيش حيز بإذن الله سبحانه وتعالى. تفقد الأرامل والمساكين، وهذه من أعظم الأعمال يوم العيد، خاصة أرامل وهود أبوهم ميت عويد صغيرين، الناس كان عندهم واحد في البيت يكفلهم بوهم ولي أمرهم مشاء، مجرد تفقد للأرامل والمساكين. لكن هي تختلف عن إيش، عن البدعة اللي استشرت عندنا وانتشرت وكثرت وجرت لنا بدعة أخرى معيها، وهي الاجتماع عند أهل الميت ليلة العيد. هذه من البدع التي ليس عليها أي دليل أبدا، يلموا ويجتمعوا عند أهل الميت ينقضوا الجروح، ليلة عيد ليلة تكبير ليلة فرحة، يلموا عنده وينكذوا عليه، يقول لك عيب يعني كان ما مشيت ليش يقول ليلة العيد ما جميلش، عيب هذا من العادات والتقاليد، لكن الاجتماع هذا أمر غير مشروع أبدا، نتعاونوا إن إحنا ما نديروش، ما درنا الاجتماع عند أهل الميت ليلة العيد وبعدين درنا الاجتماع وبنينا بيوت وبعد البيوت تمنا نديروا في وكل ونديروا في فراد، فراد علينا بعد العزاء يديروا في فراد، بدعة وخسارة وغضب من الله سبحانه وتعالى. ما يجوزش أصلا لا تجلس عنده ولا يوم ميت تبني بيت عندي، ليش تبنوا يقول المربوعة ضيقة وهو يريد حد يقعد عندك أصلا، ده جلوس الأعمام وظناء العم فيه كلام كثير عند العلماء، عميمة برواحة. في البعض يقول لك لا هو يعزي الناس ويمشي للسوق الدكان ولا شغلته اللي يريد يعزيه، هذا بعض السلف كانوا يديرون، لو دارها واحد توا يقول لك مطلوب ابوه ميت ومشى للسوق، ما عندي بدعة في البيت اريد تخلص منها. يجب ان نتعاون للقضاء على مثل هذه البدع. في بعض النصائح اللي ديما نقولوا فيه يوم العيد، عندنا مسألة التبرج وتزيد من عيد العيد، تبرج النساء الكبار وتبرج الفتيات. تبرج النساء الكبار أصبح فيه حجاب يا إما شفاف يا إما قصير يا إما ضيق يا إما يكشف العينين، وكلها مخالفات شرعية، شروط الحجاب الشرعية عارفينها، يكون طويل يكون واسع يكون فضفاض يكون من لون مش زينة، ما يشترطش الأسود، لون مطفي رصاصي بيج أسود أفضلها اللون الأسود، لكن يكون طويل يكون فضفاض يعني واسع
يغطي الوجه مش النقاب وعيون، هذا فتنة. من أجمل الأشياء في المرأة عيونها، أنت تعرض يعني جمال المرأة هذا ينعرض على زوجها بس ما يعرضش على حد غيره. الشيخ سعيد بن مسفر أطال الله في عمره قال لو جبت عنز، وهذا كلام علمانا نقلوه، قالوا حطيت عليها بصيرة غطت وجهها وبنن عيونها حتظهر في جمال لم يحصل أبدا. هذا شيء معروف، كيف سبحان الله أن لبسها نقاب ونجيب لها بصيرة تعرم عليها، يبقى اللي عدي يتفرج تفتت بنيس النقاب وعيون. هذا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفكنا منه صراحة، والأخوة التجارية تقول الله سبحانه وتعالى النقاب وعيون ما تبيعش. ده أحيانا كشف الوجه يسموا فيه الصفور، أحيانا مش على طول، أقل فتنة من العيون. ممكن مرأة لو كشفت وجهها ما تفتنش حد، لكن لو كشفت عيونها بس تفتن. نقول وننصح، ولكن سبحان الله أمر مش عارف أصبح في سيطرة للنساء غريبة جدا. يعني البنويت صغيريت، المناطيل 12 و13 و14 و15 سنة لبسيت مناطيل، هذه رزية هذه والله، في تبرج وفحش بعد هكي. وبعدين بنويت من البوادي اللي في الصحراء، وين الغيرة اللي كنا حريصين عليها؟ سموا فيها انقارة، هذه دين توا، دين نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تسمح لبنتك والله من تتولى أمرها أن هي تلبس منظلوم؟ يا أخي لو تجاوزنا عن وحدة 3 سنين ولا 4 والله حتى 5 وقلنا صغيرة، لكن مع أنك المفروض تربيها من الأول، لكن تبقى دخلت في سن التخليف 9 سنين تجاوز. عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على 9 سنوات، عندنا 12 و13 سنة بمناطيلها في المصلى. ممكن تلقاه إنسان ما شاء الله وكويس وملتزم ومش هيخشع لبيته، سبحان الله العظيم. ليش المصائب هذه؟ أثم عليك كل خطوة تخطوها الذنب فوق راسي على طول، كل خطوة تخطوها ذنب علي، لا لأنا بنتي أو أختي. سبحان الله أمر عجيب جدا، ما كانش عندنا المناطيل إحنا والكلام الفارغ. نفتخر ببلادنا ونقول الصحراء بتاعتنا، نقول بسم الله أول مكان حطمت فيه الأصنام وأزيحت، أول مكان انتشرت فيه السنة، أول مكان في الوقت اللي كانت فيه بعض الأماكن في الصعيد ومجاهر الأرياف ترفل في الشرك والسحر والدجل. ردوا اليوم عدخنا بالنكيسة قيسعين وصابتنا. كن حريص في بيتك، الواحد يبقى ذكاره وراجل في بيته مناطيل لا في البيت، سبحان الله أمر عظيم جدا. والأخوة التجار ربنا يهديهم يعني يساعدوا في الناس، يبيعنا في مناطيل مزركشيات وملونيات يساعدوا فيه مع التبرج. طيب الجلاليب الملونيات قلنا تلبسها بين الصبايا وتلبسها لزوجها وتلبسها لبيتها، التمسنا ما وجدنا طريق نلتمس بها أعذار للناس إلا والتمسنا. هيت لها جلابية ب400 إن شاء الله بألف جنيه، لكن ما تطلع باش برا، لكن المناطيل يطلعنا من برا. في بنت تلبس منطلون مغير في بيتها ما فيش، لو تلبس في بيتها في قدام محارمها هذا شيء آخر، لكن برضه المنطلون عند البنت لازم يبرز مفاتنها والعياذ بالله، لحتى قدام بين المحارم ما يجوز أصلا. المحمول المصيبة اللي في العيد اللي فيها تكلمنا عنها نص الوقت، وقلنا يا اخواني ما يجوز شيء ابدا تجيب لوليتك محمول بكاميرا ابدا. بعض العلماء يقول لك لا يجوز لا للولي ولا للراجل، هذا كلام علماء وكلام معتبر وناس معتبرين وقاعدين، يقول محمول بكاميرا ما تجيبش ابدا. احنا مش عايزين نشد في المساله، نقول لك الصبايا لا. والسنه اللي فاتت قلنا يا جماعه اتقوا الله، اللي وليته والله وحده من عنده حتجيب محمول بكاميرا هيعرض الناس للفتنة، ممكن يدخل الناس مشيكل.
يعني ناخذ محمول بكاميرا واحد يصور لي نبدي نصور ثاني يوم تلقى على الانترنت من درى عنا من حاطنا. هذه شبكه يضخ فيها الغث والسمين. حط على التليفون وزردها فيه وابعث الرابط للناس كلهم يتفرجوا عليها مش هتعرف من اللي حاطها. ينفع نلقى وليتي ولا اختي على على الانترنت للشباب كلهم يخشوا عليه تو. يعني يمر عظيمة جدا. يعني ما يجوز شيء ما يجوز شيء تعطي وليدك تليفون بمحمول تمشي به للمصلى. سيبك من خزايا ورزايا وآثام ومصايب لفروع اللي من لا خلاق ولا دين لهم يبعثوا في الصبايا مخصوص سوري لي فلينة وسوري لي علينة. هذا سيبك منه هؤلاء في طريق آخر. نحن نتكلموا على راجل طيب كويس كيهي بس راجل طيب كويس بس جيب المحمول لك وما يعني بدون قصد. أيضا بعض الأخوة ينبه اللي عنده تنبيه يجيب في بنيات كبار سكع في الشوارع والله العظيم هذا اللي تفرجوا عليه كلنا تجيب عشير عملاقياته يقول لك يوم عيد. هنكرر نفس الكلير بنت بسركة في بيتك سبحان الله قاعد ربك في البيت والبنت تدور في السوق وتدور في الشوارع كيف الرجولة هذه أي متى يبقى شوارعنا خليات من الكلام هذا ورحنا اختفروا بلادنا يقولوا أفضل دعوة عندنا. ما عندناش طواغيت معادين للدعوة ما عندناش. ما فيش واحد صبى وقال تكلموا في كذا وما تكلموش في كذا ومن 35 سنة ونتكلم بكل قوة ما حدش طلع لأن هذا عارفين الدين عارفين الدين. الناس ما همش خفين من حد بس عارفين أن هذا دين. حتى اللي ما يسمع لك شيء عنده احترام للدين وعنده احترام للسنة وهذا كلام نقوله فيه برا في كل مطرح فضل الله سبحانه وتعالى. أي متى نتعاون حتى تكون شوارعنا خالية من التبرج. نبدأ بيوم العيد تبقى شوارعنا خالية من التبرج أمر سبحان الله. يا طبعا النساء اللي في المحلات هذه تكلمنا وفي شريط للشيخ فرج العبد نص ساعه الكلام الصبايا اللي يسيبوا فيه يمشي للدكاكين مش نفس الكلام هقوله خلاص يبقى ايش احنا قلنا البارود بتاع الاطفال شكوا الاول على راي القذيفي هذا شكوا الاول هذا شكوا الاول صح هذا يحرق الهدوم ويستخدم أصلاً للترويع. أغلب الأطفال اللي يستخدموا شكوا لو هذا يستخدم صح ولا لا ردوني هذا مش درس دردشة احنا تو ندردش هذا يعتبر دردشة شكوا لو هذا مش يجيبوا فيه ترويع يبقى لا يجوز بيعه ولا استخدامه ولا نجيب لولدك. إن كان ضرر كبير ضرر وإنفاق للأموال في غير محلها في أكثر من بيه بتحرم بالكلام هذا مش لعب للأطفال هذا شكوا لو برضه قلنا السنة اللي فاتت الأخوة بتوع الدكاكين وبرضه ما فيش فيه كي كلامنا على الدخان والسجاير. إيه احنا نريد فلوس وخلاص سبحان الله العظيم ما تجيب شيء لولدك شك ولوح وكان جبته اعزقه لأنه ما يجوزش بيعه والله رد على صاحب الدكان خذ قروش يبقى بنتي لبسه مناطيل ولدي شك ولوح ولولي واخذ بالبرج يوم عيد وذنوبي ضخن على المسكين راقد الريح اللي في البيت وهو ممكن يكون راجل طيب. خليه عيد خالي من المعاصي. في بدعة أخرى نبهنا عنها الشيخ رزق وهي هو قال لي من تشري أن في بعض الناس الصبايا اللي عندها واحد ميت قريب ما تخيطش يوم اليوم اللي قبل العيد يقول لك تبقى تنفذ في جلد أبوها وأخوها كل كم هتقوله بدعة طبعا الحمد لله الأمور هذه مستقرة عندنا يعني كان ردينا الكلام هذا أخرى يبقى ردوا عاد للثمانينات سنة 87 أيام المسجد الصغير تكلموا عدفنا. أمر آخر وأخير نبهوا عليه وهو التهاون في صلاة الجماعة وهذه رزية طامة مصيبة. المساجد في غير رمضان تشكو إلى الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر تشكو إلى الله سبحانه وتعالى
هنرد ونقوله كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. ومن علامات قبول العمل، من علامات قبول العمل الاستمرار في العمل بعد رمضان، من علامات القبول الاستمرار في العمل، وخاصة أن هذا واجب، صلاة الجماعة واجبة على الإنسان. سبحان الله، المساجد في كل الأعزاب وما يمتنانش غير في رمضان. تمينا رمضانيين مش ربانيين، ما قلنا رب رمضان ورب شوال، رب ذي الحجة، رب ذي القعدة، رب أمور عظيمة جدا. من علامات القبول أن تتحافظ على الصلاة في غير رمضان. مش هتكلم وعد على السنة الولية، يمكن بعد العيد تكون مناسبة للكليم على يعني إيش على أحوال الناس بعد رمضان. إيش حد عنده بصيرة؟ المرة اللي فاتت بعد ما قعدنا قلت في حد عندي حاجة ننبهه عليه يوم العيد؟ الست أيام البيض، وكان الشيخ تكلم عليه في خطبة الجمعة تقريبا، حاجة زي هيك، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، حديث صحيح مسلم، أتبعه من صمت ستة على طول من شوال ماشي، من صمت متقطعيت ماشي، كان كصيام الدهر يعني كان كصيام العام. نعم شوف عشان مثل المواقف. طيب هل حد عنده أيتام؟ عارفين واجد أيتام فقراء، في أيتام أغنى منا كلنا، نريدوا أيتام فقراء ما تكسوش، لأن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ونوجه الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لكل الأخوة اللي ساهموا معنا سواء بأشياء مادة عينية أو اللي مشينا لهم عطونا قروش، في اللي قلنا له ألف عطانا خمسة ليرة، وفي اللي عطى أكثر، وفي اللي عطى كلمة طيبة جزاهم الله خير بارك الله فيهم. يعني يكفي يتيم يوم العيد يلبس ثوب جديد، أمور عظيمة جدا، دعوة يعني تمخر على باب السماء يعني إذا صح التعبير. فجزاكم الله خير، جزا الله خير كل من تبرع بقرش في رمضان. بس نقولوا نحن عبيد ننسوا، لو في أسرة فيها أيتام فقراء يجيوا نكسوه، أسرة 2 10 20 100 هنكسوها إن شاء الله بإذن الله سبحانه، والفضل يرجع لله ثم لكم، مش من يجيبنا، من عندكم أنتم. في أسرة مدقوقة على الآخر برضه، ولو أني أعتقد أن فضل الله سبحانه وتعالى كفينا جميع الأسر، وفي التغذية السنة بعض أخوانكم من برا جاي خالص، يعني في بعض الأخوان من بعيد شوي يعني يبعثوا لنا يعني سيارة ب36,000 جنيه فيها رز ومكرونة وحكينا عليه ووزعنا. وفي إخوة برضا بعثوا ما دفعناش فيها ولا قلت، في إخوة بعثوا أخرى أمور نوزعوا فيها توا هالوقت، يمكن سنوزعوا عقابها بلك. في إخوة جابهم اليابس، خير كبير يعني، الناس مش بسم الله ما شاء الله يعني فيها خير كبير جدا يعني. فاللي حيعرف يتيم فقراء أو يعرف أسرة مدقوقة على الآخر يجي، في كشوفات عندنا محطوطات، يما نقولوا له عطينيها أو نقول له ما عطينيش ونصرفوا لها في طعام في شراب في لبس، نتعاون جميعا احتمال، لأن احتمال العيد إيش؟ العيد يبقى بكرة خلاص. شهجة محمد يقول نبه على صدقة الفضة، آخرها لو تم بكرة عيد، آخرها بكرة قبل صلاة العيد هو أفضل وقت، لكن من هالوقت وغادي يضلع زكاة إيش ركب، يقول يعني نبه عليكم عشان محدش إيش محدش ينسي، لأن احتمال بكرة يبقى عيد واحتمال ما يبقاش عيد. نعم يوكل، يوكل واحد، لو وكل واحد يوصل زكية اللي عند الفقير لا بأس. لا هي تصل الفقير في ميعاد، صح أنها تصل الفقير في ميعاد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ما تقصروش في التبرعات يمكن يبقى آخر يوم. نعم اسمه بعد صلاة العصر
شيخنا الشيخ محمد إن شاء الله في شوية حلقة جاية هنكرموا فيها حفاظ القرآن. عندنا بتاع 15 واحد ختمين السنة، يمكن 4-5 هنا، وعندنا بتاع 11 واحد عند الشيخ رزق، وأربعة عند الأخوة لي، وفي تقريبا واحد أو اثنين أخرى إن شاء الله كلهم هنكرموهم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر. وفي المسابقة اللي كان فيها علم طيب جدا جدا، رغم كانت صعبة شوي لكن فيها كان فيها علم مع شيخنا إن شاء الله بعد صلاة العصر، جلسة علمية في توزيع جوائز، في وداع لهذا المعتكف اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا أزمنة عديدة وأوقات مديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معلش مش درس، هو دردش. جزاكم الله خير.